مجلات الحجز الشعبي على هاي المبادرة اللي رحنا لهم تنخينا بيهم، الناس ما قصروا وانتخوا لنا وهالجاي يشتغلون. وهذا الشارع كان بالشتاء ينسد من الأخير كلش، يعني ينسد هنا هاي السيارات وهاي الناس لا تطب ولا تطلع، فالناس ما قصروا وجونا ومشكورين، احنا نشكرهم جزيل الشكر. توجهنا إلى مديرية الهندسة العسكرية وكانت الاستجابة سريعة ونشكرهم جزيل الشكر. بالحقيقة الشارع هذا تعبان كلش وعانينا من عدة، السيارة ما تقدر تدخل، سياراتنا بالصعوبة دخولها إلى الشارع، وجهودكم جهود الأخوة في الهندسة العسكرية الآن العمل مستمر ليوم الثاني والحمد لله رب العالمين. يعني شلون تقول الحي الشعبي اللي انقذ بلد، اللي انقذ بلد من الضياع بيد الدواعش، هدتهم هاي يعني شوفها من الهدات اللي هم ثبتوا جدارتهم وحموا البلد والان يخدمون البلد، ونكون يعني ممنونين جدا جدا من اي واحد شارك سابقا وحاليا بخدمه هذا البلد، هم الحي الشعبي وعلى رؤوسهم. حقيقه ناشدنا هواي، ناشدنا يعني ما استجابونا لحد ما أنا سوينا كتاب للأخوة في الجهد الهندسي خلال 3 أيام اجت الموافقة وجزاهم الله خير الجزاء، وحاليا صار لهم 3 أيام مباشرين بالدفن مال الشارع بالترابيات، وإن شاء الله المرحلة القادمة يباشرون بالسكويس ويكونون عند حسن ظننا ونشكرهم جزيل الشكر.